درسنا اليوم هو الدرس الثالث من دروس الكهرباء، وهو بعنوان التحريض الكهرطيسي. هذا الدرس هام جدا في حياتنا اليومية وحياتنا المعاصرة. الكلمات المفتاحية هي التدفق المغناطيسي والتحريض الكهرطيسي. من خلال شرح هذا الدرس سنتوصل إلى مفهوم يبين لنا مبدأ عمل المراوح والمولدات وأيضا السدود، كيف تولد لنا التيار الكهربائي. فكلمة تدفق تشبه كثيرا تدفق المياه من مجرى السد الذي تلاحظونه. فهذا التدفق سنخص به المغناطيس، وهو عبارة عن خطوط تخرج من المغناطيس. لنرى الآن، طبعا هذه الصور لاحظتموها، من خلالها تظهر الفائدة من ظاهرة التحريض الكهرطيسي. التدفق المغناطيسي، لاحظوا لدينا مغناطيسين وشيعتين محاسيتين. في الحالتين الذي يقارن بينهما يجد المغناطيس الأول هو أقرب من الوشيعة والمغناطيس الثاني أبعد. فالميزة لكل منهما، كلما اقترب المغناطيس من الوشيعة تزداد خطوط التدفق التي تدخل ضمن الوشيعة. إذن هنا بعض التأملات إلى الصورة. انظر إلى الشكلين السابقين وسمي الأدوات، سميناهم المغناطيس ووشيعة نحاسية ملف. الخطوط التي تخرج من المغناطيس سميناها خطوط التدفق المغناطيسي، والمغناطيس الأقرب يكون عدد خطوط الحقل التي تدخل إلى الوشيعة أكثر. فهنا نستطيع أن نستنتج تعريف التدفق المغناطيسي، وهذا التعريف هو مهم جدا، قد نسأل عنه في أسئلة الامتحان أو خلال أسئلة الدرس التي ستمر معنا. بشكل عام التدفق المغناطيسي يعبر عن عدد خطوط الحقل المغناطيسي التي تجتاز سطحا ما. نأمل من جميع طلابنا الأعزاء الحفظ لهذا القانون وفهمه بشكل جيد. الآن قانون فاراداي في التحريض الكهرطيسي، سنظهر لكم تجربة. تجربة فاراداي، هذه التجربة نثبت من خلالها تحريض الكهرطيسي. عند دخول المغناطيس ضمن الوشيعة نجد يتولد تيار يشتعل مصباح ويتحرك مقياسه الفعلي باتجاه معين، سيكون هذا الاتجاه معاكس له عند خروج المغناطيس. إذن يتولد تيار عند دخول المغناطيس ضمن ملف نحاسي، وللكشف على هذا التيار نرى بأم عيننا اشتعال المصباح وانحراف المقياس. أيضا عند خروج المغناطيس يتولد تيار، هذا التيار معاكس للتيار السابق، سيكون انحراف المؤشر باتجاه اليمين، وإنما المصباح سيشتعل، لا يتأثر اشتعال المصباح بدخول وخروج التيار، وإنما فقط عند مرور التيار أو قطع خطوط الحقل المغناطيسي بدخول المغناطيس ضمن الوشيعة يتوهج المصباح. أما الذي يدلنا على اتجاه التحريض الكهرطيسي هو انحراف المؤشر، بالدخول ينحرف نحو السالب اليسار والخروج ينحرف نحو اليمين الموجب، وخلال حركة المغناطيس يتوهج المصباح، ينعدم هذا التيار بوقوف المغناطيس. إذن لاحظوا هذه الخطوط هي خطوط الحقل المغناطيسي التي تتولد من المغناطيس. فكلما كان عدد الخطوط أكبر، أي دخول عدد أكبر من الخطوط ضمن الوشيعة، يكون توهج أكبر، وعند الابتعاد يقل
عدد الخطوط وبالتالي ينخفض توهج المصباح. عندما يقف ينعدم توهج المصباح. هذه تجربة فاراداي تجربة عظيمة استفاد منها العالم بتوليد تيار كهربائي من خلال حركة مغناطيس ضمن وشيعة نحاسية. لاحظتم معنى التجربة؟ هذه التجربة يمكن أن نستنتج منها عدة نتائج. نأمل أن تكونوا فهمتم هذه النتائج وتحفظونها إن شاء الله. فالنتيجة الأولى عند تقريب المغناطيس من أحد وجهي الوشيعة تنحرف إبرة المقياس ويتوهج المصباح، مما يدل على مرور تيار كهربائي. أيضا عند تبعيد المغناطيس من أحد وجهي الوشيعة تنحرف إبرة المقياس وأيضا يتوهج المصباح عند تحريكه في الاتجاه المعاكس، لأن المصباح يعتمد على مرور تيار كهربائي ولا علاقة له بدخول أو خروج المغناطيس. إذن فقط حركة المغناطيس تعطي نشوء تيار. إذا يدل مرور تيار كهربائي جهته وتعاكس جهة التيار كهربائي السابق. أما عندما نثبت المغناطيس، نوقف حركة المغناطيس داخل الوشيعة أو خارجها، فلا نلاحظ أي انحراف لإبرة المقياس، أي لا يمر تيار كهربائي. إذن التيار ينشأ بسبب حركة المغناطيس، دخوله ضمن الوشيعة أو خروجه من الوشيعة، لكن وقوفه داخل الوشيعة أو خارجها لا ينشأ ولا ينجم عنه أي تيار كهربائي. في هذه الحالة نسمي المغناطيس بالمحرض والوشيعة بالمتحرض. إذن هذه الحادثة لها فائدة كبيرة في حياتنا اليومية. وأيضا من خلال درسنا اليوم سنتعرف على قانون باسم العالم الألماني لينز. هذا القانون أو هذا العالم أجرى تجربة، من خلال هذه التجربة نستطيع الاستدلال على جهة التيار والتيار الذي ينشأ بالوشيعة. أجزاء الدارة التي نحصل من خلالها على تجربة لينز وشيعة وأسلاك ومغناطيس مستقيم. هذه تجربة لينز الآن سنشرح من خلالها عملية تغيير جهة التيار بحيث يعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. لاحظوا عندما نقرب الطرف الشمالي الأحمر للمغناطيس يتولد في الملف قطب شمالي أيضا، بحيث يحدث تنافر بين القطب الشمالي للمغناطيس والقطب الشمالي للملف. هذا التنافر يتغير عندما يبتعد المغناطيس. لاحظوا عندما يبتعد المغناطيس تعود طرف الملف أو الوشيعة إلى أن تصبح جنوبيا. الآن نعيد أيضا التجربة ونقرب الطرف الجنوبي الأزرق من الملف، فيحدث عند الابتعاد طرف شمالي. عندما يبتعد يعاكس الطرف الذي قرب منه بحيث يحدث تنافر، وبالتالي يتم التحريض. عندما يقترب المغناطيس من الملف يتولد قطب مماثل له. نعم. إذا عندما في تجربة لينز عندما نقرب الطرف الشمالي المغناطيس يتولد في الوشيعة الطرف مماثل لها طرف شمالي، حتى يحدث بينهما تنافر، وبالتالي يتغير أو يقطع خطوط الحقل. أما عند الحركة حركة المغناطيس باتجاه الخلف فسيتولد في الوشيعة قطب معاكس. الآن يتولد قطب جنوبي S. إذن عند الاقتراب عندما يقترب القطب الشمالي يتولد في الوشيعة طرف مماثل يصبح شمالي حتى يحدث بينهما التدافع. الآن عكسنا قطبي المغناطيس، قربنا من الوشيعة الطرف الجنوبي. لاحظوا في البداية عند الاقتراب سيتشكل طرف جنوبي أيضا حتى يحدث التنافر والتعاكس. عند الابتعاد يحصل العكس،
عند ابتعاد المغناطيس من الوسيعة سينقلب الطرف الجنوبي S إلى طرف شمالي بحيث يجذب المغناطيس. إذن مبدأ قانون لينز أنه يتولد تيار بحيث يعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. إذن استنتاج لقانون لينز يقول تكون جهة التيار الكهربائي المتحرك بحيث يولد أفعالا مغناطيسية تعاكس هامة للكلمة تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. تصبح الوشيعة التي يمر فيها التيار الكهربائي مغناطيسا مستقيما يكون أحد وجهيها قطبا شماليا والآخر جنوبيا، ودائما هذا القطب الذي ينشأ في الوشيعة يعاكس عند اقتراب المغناطيس يصبح مماثل لقطب المغناطيس ليتم التنافر، أما عندما نبعد المغناطيس فيصبح معاكس لكي يتم جذب المغناطيس، وبهذا نحصل على حركة تلقائية بين الوشيعة والمغناطيس. إذن فقرتنا الأخيرة في درسنا اليوم فهي تشرح أجزاء وحركة المولد الكهربائي. المولد الكهربائي وأهميته في حياتنا اليومية. فأغلب أجهزتنا الكهربائية تحتاج إلى ما يسمى المولد لنرى مما يتكون ويتألف هذا المولد. إذن يتألف المولد كما هو موضح في الشكل من مغناطيس نضوي وملف نحاسي وحلقتين ترتبطان الحلقتين المعدنيتين بفرشاتين أو مسفرتين، من خلال المسفرتين نربطهما بمقياس أولفاني لتكتمل الدارة الكهربائية. عندما يقوم أو تكتمل الدارة يقوم الملف بالدوران، وبالتالي يقطع خطوط الحقل المغناطيسي الذي يتولد بين طرفي المغناطيس النضوي ذو الخطوط المنتظمة. الآن اكتملت الدارة، الآن يدور الملف فيقطع خطوط الحقل المغناطيسي المنتظم، وعندما يكون معامدا لخطوط الحقل يكون تدفق أعظمي وبالتالي الحقل المتولد أعظمي، أما عندما يصبح موازيا لخطوط الحقل فينعدم الحقل المغناطيسي أو الكهرطيسي. أثناء دوران هذا الملف في خطوط الحقل يتولد لدينا تيار، وهذا هو مبدأ عمل المولد الكهربائي. إنه كما هو موضح مؤلف من أدوات بسيطة لكن له أهمية كبيرة في حياتنا اليومية. النتائج التالية من خلال التجارب التي مرت معنا: النتيجة الأولى تسمى حادثة تولية تيار كهربائي بتغير التدفق المغناطيسي ظاهرة التحريض الكهرطيسي. النتيجة الثانية هي قانون فاراداي، يتولد تيار كهربائي متحرك في دارة مغلقة إذا تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتازها، ويدوم هذا التيار الكهربائي ما دام تغير التدفق المغناطيسي مستمرا، أي ما دامت الحركة قائمة دخول المغناطيس وخروجه من ضمن الوشيعة طبعا، وينعدم هذا التيار بانعدام الحركة أي بتوقف المغناطيس. النتيجة الثالثة هي قانون لينز. النتيجة تقول تكون جهة التيار الكهربائي المتحرك بحيث يولد أفعالا مغناطيسية تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. أما النتيجة عن المولد وكيف يعمل وما هي أجزاؤه تقول تكافئ الوشيعة التي يمر فيها تيار كهربائي مغناطيسي مستقيما يكون أحد وجهيها قطبا شماليا والآخر جنوبيا. في المولد تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. إذن المولدات التي نستعملها هي التي تحول لنا الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية.
كهربائية كما هي مرت في بداية الدرس، المراوح التي توضع على الجبال تولي الطاقة الكهربائية، والسدود التي تجري فيها المياه أيضا تشغل عنفات لتولد طاقة كهربائية تغذي المدن، وأيضا المولدة الصغيرة التي نستعملها أحيانا في البيوت أو المتاجر عند انقطاع التيار الكهربائي لنستفاد منها في أغراضنا اليومية. أما الآن فنقوم باختبار لأنفسنا ونجري هذا الاختبار مع بعضنا البعض لنرى كم استفدنا من درسنا اليوم. السؤال الأول يقول: ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة إكس أمام العبارة المغلوطة وصوبها إن كانت خاطئة. السؤال الأول: يتولد تيار كهربائي متحرك في دارة مغلقة إذا تغير التدفق الكهربائي الذي يجتازها، هل هذه العبارة صحيحة أم غلط؟ إن كانت خطأ أو غلط صح صوب الخطأ. نعم، هل عرفتم الإجابة؟ الجواب خطأ، والصواب هو بدل كلمة كهربائي التدفق الكهربائي هي التدفق المغناطيسي. السؤال الثاني: يقوم المولد بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية، ما رأيكم بهذا الكلمات؟ هل هناك الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ طبعا خاطئة، لأننا في نهاية الاستنتاجات قلنا بأن المولد يقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، فهذا التصحيح أو التصويب. السؤال الثالث: عند تقريب القطب الشمالي لمغناطيس من وشيعة يصبح وجه الوشيعة المقابل للمغناطيس شماليا، إذن عند التقريب، نركز مع بعضنا البعض، عند التقريب القطب الشمالي للمغناطيس يقابله في الوشيعة قطبا شماليا ليحدث التنافر، شو رأيكم ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة نعم صحيحة، لأن عند التقريب يصبح قطب مماثل لكي يعاكس حركة المغناطيس، أما عند الابتعاد فينقلب قطب الوشيعة إلى جنوبيا. السؤال الرابع: يتولد تيار كهربائي متحرض عند تحريك ملف دائري في حقل مغناطيسي منتظم، بحيث تكون خطوط الحقل المغناطيسي توازي سطح الملف، ما رأيكم بهذه الإجابة؟ هل وصلتم الإجابة؟ الإجابة خطأ، والخطأ يكمن في كلمة توازي وهي تعامد. إذن تصبح الإجابة صحيحة لو استبدلنا كلمة توازي بكلمة تعامد. نعيد الإجابة: يتولد تيار كهربائي متحرض عند تحريك ملف دائري في حقل المغناطيسي منتظم، بحيث تكون خطوط الحقل المغناطيسي تعامد سطح الملف. فهذه الأسئلة إجابتها وتصحيحها. السؤال الثاني يقول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يأتي. هناك سؤال عليه أربعة إجابات، إجابة منهم صحيحة والباقية خطأ، لنبحث عن الإجابة الصحيحة مع بعضنا البعض. السؤال الأول يقول: يكون التدفق المغناطيسي أعظميا في وشيعة إذا كانت خطوط الحقل المغناطيسي تعامد وجه الوشيعة، هذه الإجابة الأولى. خطوط الحقل المغناطيسي توازي وجه الوشيعة، خطوط الحقل المغناطيسي تصنع زاوية منفرجة مع وجه الوشيعة، خطوط الحقل المغناطيسي تصنع زاوية حادة مع وجه الوشيعة. نعم، هل عرفتم الإجابة؟ يجب أن تكونوا عرفتم الإجابة لأنها كانت في نهاية السؤال الأول، والإجابة هي الصحيحة إجابة ألف.
يكون التدفق المغناطيسي عظميا في وشيعة إذا كانت خطوط الحقل المغناطيسي تعامد وجه الوشيعة. هذه الإجابة الصحيحة. السؤال الثاني، تكون جهة التيار الكهربائي المتحرك بحيث يولد أفعالا مغناطيسية، توافق السبب الذي أدى إلى إنشاء الحقل المغناطيسي، تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوث الكمون الكهربائي، تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوث التيار الكهربائي، توافق السبب الذي أدى إلى حدوث التيار الكهربائي. نعم، هل عرفتم الإجابة؟ الإجابة هي رقم C. الإجابة الثالثة، تكون جهة التيار الكهربائي المتحرك بحيث يولد أفعالا مغناطيسية تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوث التيار الكهربائي. السؤال الثالث، يقوم المولد بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية، إلى طاقة كهربائية، إلى طاقة نووية، إلى طاقة مغناطيسية. نعم، الإجابة أظن أنكم عرفتموها لأنها مرت أكثر من مرة معنا في درسنا اليوم. يقوم المولد بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، هي الإجابة ب. السؤال الرابع والأخير يقول، يتولى التيار المتحرك في دارة مغلقة إذا ازداد التدفق المغناطيسي الذي يجتاز سطحها فقط، يتناقص التدفق المغناطيسي الذي يجتاز سطحها فقط، تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتاز سطحها، تغير التيار المتحرك نفسه. نعم، هل حصلتم على الإجابة؟ الإجابة C الثالثة، يتولى التيار المتحرك في دارة مغلقة إذا تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتازها. أعزائي، بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا الثالث من دروس الفيزياء للصف التاسع، ونأمل أن نلقاكم في الدرس الرابع وهي حل لأسئلة الوحدة المغناطيسية جميعا. فتابعوا معنا واشتركوا في قناتنا ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا الرابع هو حل لأسئلة الوحدة المغناطيسية. السؤال الأول، ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة X أو خطأ أمام العبارة المغلوطة. السؤال الأول، كلما اقتربنا من سلك يمر فيه تيار كهربائي زادت شدة الحقل المغناطيسي المتولد عنه. ما رأيكم بهذا السؤال؟ هل هو صح أم خطأ؟ نعيد السؤال ونعطي الجواب، تكونوا قد فكرتم به. السؤال يقول، كلما اقتربنا من سلك يمر فيه تيار كهربائي زاد شدة الحقل المغناطيسي المتولد عنه. الإجابة نعم، صحيح الإجابة. السؤال الثاني، شدة القوة الكهرباطيسية تتناسب طردا مع شدة التيار الكهربائي المار بالسلك الخاضع للحقل المغناطيسي فقط. ما رأيكم بإجابة هذا السؤال؟ هل هي صح أم خطأ؟ الإجابة خطأ. دائما دعونا نشك عندما تكتب كلمة فقط في السؤال، لأن إذا الإجابة خطأ لأن هناك عوامل أخرى، الحقل المغناطيسي والجزء المتعرض للحقل من السلك. أما السؤال الثالث فيقول، يمكن لسلك
يمر فيه تيار كهربائي أن يؤثر بسلك يوازيه، ويمر فيه تيار كهربائي آخر بقوة كهرطيسية. هل الإجابة صحيحة أم خطأ؟ فكروا معنا. نعم، الإجابة صحيحة. نعيد السؤال ونكتب الإجابة. يمكن لسلك يمر فيه تيار كهربائي أن يؤثر بسلك يوازيه، ويمر فيه تيار كهربائي آخر بقوة كهرطيسية. الإجابة صح. السؤال الرابع والأخير من هذا النوع من الأسئلة يقول: تكون شدة القوة الكهرطيسية عظمى عندما يتوازى الحقل المغناطيسي مع السلك الذي يمر فيه تيار كهربائي. ما رأيكم بالإجابة؟ هنا يجب أن نشك في الإجابة بكلمة يتوازى. إذن الإجابة خطأ، والإجابة الصحيحة تكون شدة القوة الكهرطيسية عظمى عندما يتعامد، بدل يتوازى يتعامد، الحقل المغناطيسي مع السلك الذي يمر فيه تيار كهربائي. السؤال الثاني من هذه الوحدة تقول: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. كما تعودنا هناك سؤال له إجابة واحدة صحيحة وثلاث إجابات خاطئة، لنختار مع بعضنا البعض الإجابة الصحيحة. السؤال الأول يقول: شدة الحقل المغناطيسي المتولد في مركز وشيعة، وهنا نركز على كلمة وشيعة لأن هناك أنواع أخرى مثل المستقيم والدائرة. إذن في مركز وشيعة يمر فيها تيار كهربائي تعطى بالعلاقة، أي علاقة صحيحة من العلاقات الأربعة التالية؟ هل هي الإجابة ألف ب تساوي 2 ب ضرب 10 قوة ناقص 7 ب ان ب اي ب ال، أم الإجابة ب هي ب تساوي 4 ب ضرب 10 قوة ناقص 7 ان على ال، أم الإجابة ب وهي ب تساوي ب ضرب 10 قوة ناقص 7 ب ان ب ال على اي أو على ال؟ الإجابة الرابعة والأخيرة ب تساوي 4 ب ضرب 10 قوة ناقص 7 ب ان ب اي على ال. طبعا الفروقات هي في الثابت، والإجابة الأولى هي الصحيحة، ألف الإجابة الأولى صح، ب الحقل المغناطيسي يساوي الثابت 2 ب ضرب 10 قوة ناقص 7 في ان عدد الحلقات في اي شدة التيار على ال طول سلك الوشيعة. السؤال الثاني أيضا من الاختيار المتعدد: المولد الكهربائي يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حركية، أم كامنة أم كهربائية أم مغناطيسية؟ إذن أي إجابة من الإجابات الأربعة هي صحيحة؟ المولد الكهربائي يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حركية أم كامنة أم كهربائية أو مغناطيسية؟ الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثالثة سي، إلى طاقة كهربائية. إذن هذه الإجابة الصحيحة. ثلاثة، المحرك الكهربائي ليس المولد وإنما هنا المحرك يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة، هل هي طاقة حركية أم كامنة أم كهربائية أو مغناطيسية؟ ما رأيكم بالإجابة؟ هل عرفتم الإجابة؟ إذن المحرك الكهربائي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية، وهي الإجابة الأولى صحيحة. أما الإجابات الباقية فهي خاطئة، كلمة طاقة كامنة أو كهربائية أو مغناطيسية خاطئة. السؤال الرابع يقول: إذا تغير التدفق المغناطيسي في دائرة مغلقة تولد فيها، أحد الإجابات الأربعة، تولد فيها تيار كهربائي متحرر. الإجابة ب تيار كهربائي محرر. الإجابة س طاقة حركية. الإجابة د طاقة نووية. هل عرفتم الإجابة؟ نعم، هي الإجابة ألف، إذا تغير التدفق المغناطيسي في دائرة مغلقة تولد فيها تيار كهربائي متحرر.
هذه هي الإجابة الصحيحة. أما السؤال الخامس يقول: عند تقريب القطب الجنوبي للمغناطيس من وشيعة يصبح وجه الوشيعة المقابل للمغناطيس هو شمالي أم جنوبي أم موجب أو سالب؟ الإجابة الصحيحة هي الإجابة ب: جنوبي، حتى يحدث التنافر يصبح مماثل للقطب للمغناطيس. إذا قطب الوشيعة يصبح مماثل للمغناطيس حتى يتم بينهما التنافر. فالإجابة الصحيحة: عند تقريب القطب الجنوبي للمغناطيس من وشيعة يصبح وجه الوشيعة المقابل للمغناطيس هو جنوبي حتى يحدث التنافر. السؤال الأخير من أسئلة الاختيار المتعدد يقول: شدة الحقل المتولد في مركز ملف دائري يمر فيه تيار كهربائي تعطى بالعلاقة. هنا أيضا ذكرنا سابقا وشيعة، وهنا ملف دائري يختلف قانونه عن قانون الوشيعة وعن قانون المستقيم. لدينا أربعة قوانين فيها واحد صحيح والباقية خاطئة، لنتابع مع بعضنا لنختار القانون الصحيح. القانون الأول بشدة الحقل المغناطيسي يساوي الثابت 2B بعشرة قوي ناقص 7 بN بI على R، هذه الإجابة الأولى. أما الإجابة الثانية ب تساوي 4B ضرب 10 قوي ناقص 7 بN بI على R. القانون الثالث ب تساوي 2 ضرب 10 قوي ناقص 7 بN بI على R. الإجابة الرابعة ب تساوي P ضرب 10 قوي ناقص 7 بN بI على R. نعم، عرفتم القانون. إذن هو القانون الأول الصحيح، ب تساوي شدة الحقل المغناطيسي تساوي 2B بعشرة قوي ناقص 7 الثابت بأن عدد اللفات بآي شدة التيار على R نصف قطر الملف الدائري. هذه بالنسبة للأسئلة من متعدد. أما السؤال الثالث فهو عبارة عن سؤال مقارنة بين المحرك الكهربائي والمولد الكهربائي من حيث الطاقة المقدمة والطاقة المأخوذة والأجزاء التي يتألف منها. لنقارن بين كل منهما ونملأ الفراغات. الطاقة المقدمة للمحرك هي طاقة كهربائية، والطاقة المقدمة للمولد هي طاقة ميكانيكية. الطاقة المأخوذة من المحرك هي طاقة ميكانيكية، والطاقة المأخوذة من المولد هي طاقة كهربائية. الأجزاء المؤلفة التي يتألف منها كل من المحرك والمولد تقريبا متشابهة أو متماثلة، عبارة عن ملف زائد مغناطيس زائد مصفرتين زائد خاتم أو حلقتين نحاسيتين. هذه بالنسبة إلى الفراغات، قد نملأها ونحفظها للمقارنة لأننا قد نحتاجها في في الأسئلة القادمة، وقد نسأل عنها في الامتحانات. وصلنا إلى ما يسمى بالمسائل. لدينا المسائل أربعة، والمسألة الأولى تقول: سلك مستقيم، نركز على كلمة سلك لأن هناك فروقات في كل مسألة قد تختلف، سلك وملف دائري ووشيعة وهكذا تختلف من كل منهما يختلف قانونه. سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربائي شدته 3 أمبير، والمطلوب حساب شدة الحقل المغناطيسي المتولد في نقطة تبعد عن السلك مسافة 2 سنتيمتر. هذا الطلب الأول. الطلب الثاني هو بعد نقطة عن السلك شدة الحقل المغناطيسي فيها تساوي في 10 قوي ناقص 5 تسلا. لنكتب قانون هذه المسألة في البداية، ومن ثم نكتب معطيات
المسألة لكي نتمكن من حلها مع بعضنا البعض. إذن طالما تقول المسألة سلك مستقيم، فقانون السلك المستقيم ب يساوي 2 ضرب 10 قوي ناقص 7 لـ I على D، حيث ب شدة الحقل المغناطيسي المتولد، و I شدة التيار الكهربائي، و D المسافة بين نقطتين من السلك. كما هو واضح في المسألة، نجد أن شدة التيار I تساوي 3 أمبير، و P مجهولة علينا حسابها، P هي شدة الحقل، و D المسافة هي 2 سنتيمتر، لكن بالنسبة للمسافات عادة تؤخذ بالمتر، فهنا واجب علينا تحويل السنتيمتر إلى متر. حل هذا الطلب هو بتطبيق القانون، وهو عبارة عن إيجاد الحقل الكهربائي في تساوي 2 ضرب 10 قوي ناقص 7، هذا الثابت، وأيضا I على D. نعوض بالأرقام لنجد القانون يصبح B تساوي 2 ضرب 10 قوي ناقص 7 ب 3 أمبير، 3 على المسافة دي 0.02 بعد تحويلها من السنتي إلى المتر. الإجابة بعمليات اختصار وتحويل وضرب تصبح شدة الحقل ب 3 ضرب 10 قوي ناقص 5 تسلا. هذا بالنسبة إلى الطلب الأول. أما معطيات الطلب الثاني فهي I تساوي 3 أمبير، و D تساوي مجهولة علينا حسابها بالسنتيمتر، وأعطونا شدة الحقل المغناطيسي B تساوي 10 قوي ناقص 5 تسلا. نضع القانون ثانية. علم عندنا الحقل B هو 10 قوي ناقص 5، والمطلوب حساب D بالأرقام. عملية قانون فيها مجهول واحد هو الدي. 10 قوي ناقص 5 يساوي 2 ضرب 10 قوي ناقص 7 ب 3 على دي. نستبدل أو نبدل الوسطين بالطرفين، نضع دي بالخارج ونضع 10 قوي ناقص 5 بدلا منها، يصبح الإجابة بعملية الاختصار دي تساوي 0.06 سنتيمتر، 6% سنتيمتر. هذه بالنسبة إلى المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فهي ملف دائري نصف قطره الوسطي 10 سنتيمتر، عدد لفاته 50 لفة، يمر فيه تيار شدته 5 أمبير. المطلوب احسب شدة الحقل المغناطيسي المتولد في مركز الملف. معطيات هذه المسألة أو قانون المستعمل في هذه المسألة: طالما ملف دائري فقانونه P تساوي شدة الحقل المغناطيسي تساوي الثابت 2B بعشرة قوي ناقص 7، بأن عدد اللفات بI شدة التيار على R نصف قطر الملف. هذا القانون المستعمل، والمعطي لدينا هو R أو 2R 10 سنتيمتر لحساب نصف القطر، R تساوي 0.05 متر، وعدد لفات N 50 لفة، وشدة التيار الكهربائي I تساوي 5 أمبير. الآن نطبق القانون. نطبق القانون شدة الحقل المغناطيسي المتولد في مركز الملف. عدد الملفات موجود لدينا لحساب شدة الحقل المغناطيسي المتولد في مركز الملف. نطبق القانون الذي ذكرناه، B تساوي 2B بعشرة قوي ناقص 7 ب N ب I على R. كلها معلومة، فقط علينا التطبيق وعمليات الحساب جاهزة. 2B ضرب 10 قوي ناقص 7 ب 10 ضرب 5 على 0.05. الإجابة بعد الاختصار
بي تساوي 2 بي بعشرة قوي ناقص 4 تسلا. هذه حل المسألة الثانية، تطبيق مباشر القانون، كل الأرقام وكل الرموز معلومة، فقط علينا إجراء عمليات حسابية. المسألة الثالثة قبل الأخيرة عبارة عن وشيعة طول سلكها 100 بي متر، معطية معنى مباشرة بالمتر، 100 بي ونصف قطرها 10 سنتيمتر وطولها 20 سنتيمتر، يمر فيها تيار كهربائي شدته 10 أمبير. المطلوب أو الطلب الأول احسب عدد لفات الوشيعة. معطيات هذه المسألة أو القانون المستعمل في هذه المسألة، طالما وشيعة فهو بي قانون أو شدة الحقل المغناطيسي يساوي الثابت 4 بي بعشرة قوي ناقص 7 بإن بآي على إل طول الوشيعة. لحساب عدد لفات طبق قانون خاص هو طول الوشيعة إل على محيط الدائرة 2 بي آر، منها نستطيع استخراج عدد اللفات، ويصبح بالتعويض جميعها معلومة لدينا، إن عدد اللفات يساوي إل 100 بي على 2 بي آر، 2 بي ضرب 0.1 بعد أن حولنا من السنتيمتر 10 سنتيمتر لمتر يصبح 0.1، بالتعويض يصبح أو تصبح الإجابة إن تساوي 500 لفة. الطلب الثاني احسب شدة الحقل المغناطيسي المتولد في مركز الوشيعة. نطبق قانون الوشيعة الذي ذكرناه في البداية، قانون الوشيعة P تساوي 4 بي ضرب 10 قوي ناقص 7 بإن بآي على إل. أصبحت المعطيات جميعها جاهزة، إن 500 لفة، شدة التيار آي تساوي 10 أمبير، وإل طول السلك أو طول الوشيعة 20 سنتيمتر، نحولها لمتر تصبح 0.02. بالتطبيق في القانون نجد أن شدة الحقل نحصل عليه بتساوي بي بعشرة قوي ناقص 2 تسلا. هذا بالنسبة إلى الطلب الثاني. السؤال أو الطلب الثالث، إذا أردنا مضاعفة شدة الحقل المغناطيسي 3 مرات، ما قيمة شدة التيار اللازمة لذلك؟ الإجابة بزيادة شدة الحقل تزيد معنا أيضا شدة التيار، فتصبح مضاعفة 3 مرات، كانت 10 أمبير تصبح 30 أمبير. هذا بالنسبة لإجابة الطلب الثالث. المسألة الرابعة والأخيرة تقول، في تجربة السكتين الأفقيتين طول الساق المعدنية المتوضعة على السكتين 4 سنتيمتر، يمر فيها تيار كهربائي شدته 8 أمبير، وتعرض بأكملها لحقل مغناطيسي منتظم شدته 0.2 تسلا يعامد الساق. المطلوب، هناك 3 طلبات، الطلب الأول احسب شدة القوة الكهرطيسية المتولدة على الساق. فالقانون المستخدم لحساب شدة القوة الكهرطيسية هو F يساوي I بL في B. F شدة القوة الكهرطيسية تساوي شدة التيار I بL بطول الساق في B بشدة الحقل المغناطيسي. إذن هذا بالنسبة إلى القانون. أما معطيات المسألة فمعطية لدينا L طول الساق 4 سنتيمتر، نحولها إلى متر لتصبح 0.4 بالمية متر، قسم 4 سنتي على 100 تصبح 0.04 متر. شدة التيار الكهربائي A تساوي 8 أمبير، وشدة الحقل المغناطيسي B تساوي 0.2 تسلا. بالتعويض المباشر للقانون نجد أن القوة الكهرطيسية F تساوي 8 ضرب 0.04 ضرب 0.2. الإجابة النهائية لشدة الحقل F تساوي 32 ضرب 10 قوي ناقص 3 نيوتن.
هذه شدت القوة الكراتيسية المستخدمة. أما القانون الثاني، الطلب الثاني، إذا انتقل الساق مسافة قدرها 8 سنتيمتر خلال زمن مقداره 2 ثانية، احسب العمل الذي تنجزه الساق المتحركة. هنا نعود إلى قانون يسمى قانون العمل، وهذا قانون هام استخدمناه سابقا. القانون العمل W يساوي F بدلتا X. W العمل يقاس بالجول، F القوة مقاسة بالنيوتون، ودلتا X هي المسافة المعطية معنا. دلتا X 8 سنتيمتر، ونقوم بتحويلها إلى المتر، نقسمه على 100، فتصبح دلتا X 0.08 أو 8%. ولدينا الزمن، هذا الزمن يستخدم في الطلب الثالث لحساب الاستطاعة. T تساوي 2 ثانية، استخدمها في الطلب الثالث. إذن لتطبيق لحساب الطلب الثاني العمل، نعوض بالمعطيات. W تساوي F ضرب دلتا X. F حسبناها 32 ضرب 10 قوي ناقص 3 نيوتن. دلتا X معطية معنا 0.08. نعوض ونحسب بالأرقام، يصبح لدينا جواب العمل 256 ضرب 10 قوي ناقص 5 جول. الطلب الأخير في المسألة، احسب الاستطاعة الميكانيكية للساق المتحركة. هنا أيضا طلب جديد معطي هذا من الميكانيك أكثر من الكهرباء، هو الطلب الثاني العمل والاستطاعة قوانين ميكانيكية. احسب الاستطاعة الميكانيكية للساق المتحركة. هناك قانون الاستطاعة، B تساوي العمل على الزمن، W على T. B الاستطاعة تساوي W العمل على الاستطاعة. العمل حسبناه، الجواب في الطلب الثاني 256 ضرب 10 قوي ناقص 5 جول. الزمن T أعطانا إياه 2 ثاني. نعوض 256 بعشر ضرب 10 قوي ناقص 5 على 2، يصبح الجواب 128 ضرب 10 قوي ناقص 5 واط. هذا بالنسبة إلى أسئلة الوحدة الأولى، تمت بإذن الله، وإلى أن نلقاكم نشكر لكم حسن استماعكم، وشاركونا في قناتنا ليصلكم كل جديد.